الله يلي تحب مست عرفتي شنو هي. خير الفنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ها المشاربات ديالي، قولي لهم هالو نور. هالو زوزوكم. ها انتما انتما يا اختي الفلاليس، يلا كم شاتسي كم. مهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، اليوم صباح زوين، نتمنى ان شاء الله يدوز عندكم كاملين بخير على خير. كاين شي اختي شي رغيفات، نجي نفطر شي بغيريرات. ايوا اختي هادشي اللي كاين، هاد الجو هذا ديال البغيريرات ديال مسمنات، بنادم يعرقها ويطيحكا. ديالي كيف ما كتشوفوني اليوم، رانا هزه البغيف، البغيف اللي انا اول مره غناخذ تجربه. واخا بنتي زعما قرات هي في الابتدائي، ولكن كنت سجلتها في النيابه كيف ما انتم جيتوا سجلكم السمسار في النيابه، وهما النيابه ولا ما عرفت فين هذيك، ما والله ما عقلت على سميتها، فين كيسجلوا الوليدات باش يقراو. هما كيختاروا لك المدرسه وكيعطيوك داكشي اللي واجد، يا بعيد يا قريب. اليوم انا صيفطوا لي البغيف والجارات ديالي الله يخلف عليهم. وحده تلقيتها مسكينه في الدروج، وحده مسكينه عاونتني حتى في التعمار الله يجازيها بخير، عطاتني معلومات اللي هي قيمه جدا، انا غادي نعاود نقولها لكم ان شاء الله. معايا خواتاتي، مهم خليكم معايا نركب هاد البرازيط، وديك الساعات نتحدث ديالي. انا غادي نسجل بنتي، ها نتوما انا ساكنه لهي هذاك البالكو، ولحسن الحظ مدرسة انفصل العمارة، انفصل العمارة. دابا هاد المدرسة هادي البنات كتجيك بغيف، ما كتسولي ما تحججتني انا والجيران ديالي اللي غادي يصيفطوا وليداتهم للقسم الاول، كلهم صيفطوا ليهم نفس البغيف. البغيف فيها ما دفعت 15 10، ولكن يعني جارتي مسكينه الله يجازيها بخير قالت لي دفعيها دابا ما عندها ما تبقى دير عندك. قالت لي حنا ديالنا دفعناها، واحد الجاره مسكينه عاوتاني وحده اخرى قالت لي حنا دفعناها، دفعي باش تلقاي البلاصه لبنتك، سينو راه حنا عندنا هنا ازمه كبيره ديال المدارس وديال البنات الديور في المانيا، ازمه كبيره. لهذا حتى انا جيت ندفعها كتعمريها الاسم وإنا حضانة كانت والسن، المهم غير الانفورماسيون العاديه اللي عمرتهم غير انا وبنتي. صافي دابا غادي نجي هنايا، هانتوما هذه هي المدرسه، راها الدار، انا داري هذيك اللي هي شفتوها. مهم المدرسه كبيره تبارك الله. دابا غادي نصوني عليهم في السكرتاريا وغادي نعطيهم هذا، هانتوما البنات السكرتاريا هاي هنايا فين غادي نبرك وغادي تجاوبني وغنقول لها راه شنو بغيت نلدي بنتي. صافي هادشي اللي كاين البنات. مهم نتمنى تكونوا استفدتوا، تجيكم بحال هاد البغيف ما تستناوش، عمروها وصيفطوها. واخا هما دايرين لكم لا دات وقتاش تصيفطوا، ولكن كل ما صيفطتوا مزيان، كل ما صيفطتوا دفعتوا وملديتوا ولادكم اولا سجلتوهم في المدرسه قبل مزيان، كتلقاي البلاصه، كتكون عندك الفرصه انك تلقاي البلاصه قبل وحدين اخرين اللي ما عارفينش وكيستناو حتى لهاد لادات اللي كاتبين. المهم خليكم معايا انا غادي نصوني دارس ديال المانيا. المهم هذه هي الدخله، راه كاينه في التروازيام ايطاج واقيلا، وهي غادي تهبط عندي ولا انا نطلع عندها. المهم غزالات انا طالعه اختي غنسجل بنتي الحبيبه، ها انتما البنات مدارس المانيا. الغزالات ديالي صافي دفعتها، جبتها معمره يعني ما كان لا مشكل لا والو. صافي دفعتها البنات، شدتها عليا قالت لي حتى من هنا شهر غادي يصيفطوا لي واحد البغيف. هذيك البغيف هي البريه البنات باش يقولوا لي واش قابلين ولا ما قابلينش، وان شاء الله رضات الوالدين يقبلوا، لاني ما غاديش نتعذب فهمتوا الغزالات، ما غنتعذبش لان الدار ها هي والمدرسه ها هي البنات، يعني ما غنتكرفش معاها. وصافي الغزالات ديالي هادو هما التعليمات، واخا يديروا لكم هنا لا دات، واخا يديروا لكم احنا دايرين حتى 15 شهر 10، ولكن كيف ما نصحوني الجارات قالوا لي سيري دفعيها دابا، قال لي حنا دفعناها البارح وانا البنات دفعتها اليوم باش كيكون عندك حظ انك تلقاي بلاصه، احسن ما تجي ديك الوقيته الناس ما عارفينش كيبقاو يستناو ديك الوقيته حتى توصل وعاد كيمشيو يدفعوا، كيكون قوه الناس. دابا الدعوه هانيه، ايوا ان شاء الله نطلبوا خير. الغزالات ديالي بقاو معايا حتى نكملوا الفيديو اختكم سخفات،
يلا على بركة الله. واحد المعلومات اخرى، كيف ما عرفتهم انا اللي قالت لي الجاره ديالي، الغزالات ديالي بالنسبه اللي ساكن هنا وباقي جديد، يعني عنده، شوفوا انا راه عندي 6 سنين هنايا، عندي 6 سنين طالعه في السابع، وما عرفتش ان كما قلت لكم تشجني غير السمسار كيشجلك في سميتو، وهما كيعيطوا لك ملي كيلقاو لك في وزاره التعليم، وهما كيعيطوا لك كيشوفوا لك اي مدرسه فين غادي ديبانير باش ما يبقاش الدري جالس هكاك. لهذا البنات هنايا انا مشيت برجليا وصيفطوا لي البريف، البريف شنو، حنا في شهر 9 صيفطوا لي البريف ليا، الجاره ديالي في دقه واحده من نهار واحد، غير هو قالت لي الجاره ديالي يعني خاصها تكون كتعرف تكتب سميتها، قلت لها راه كتكتب، انا البنيته عندي تبارك الله ما شاء الله الله يحفظها ليا ذكيه. سميتها، شوفوا البنات سميتها تعلماتها من حيت هما هنايا كيديروا لهم واحد الدوسي وكيديروا لهم فيه التصويره وكيكتبوا لهم السميه، هي منين كبرات ولات باغا تعرف سميتها، واحد النهار جات عندي للدار وكتباتها وقالت لي، قلت لها شكون وراك سميتك، قالت لي في كينداغارتن، قالت لي مشيت جبت ورقه وستيلو وجلست حدا السميه ديالي وكتبتها، واخا كتكتبها بالمقلوب، خاص تكون عندك سميه يكونوا كيعرفوا يكتبوا سميتهم، قالت لي الجاره، ويكونوا كيعرفوا هكا يلونوا يكون اقل يكونوا بعدا، حيت هما راه كيديروا معاك واحد التيرمين من هنا شهر باش كيختبروا الذكاء ديال الوليد اولا البنيته باش يشوفوا واش فيه التوحد، كيبغوا يختبروهم واش ذكي واش غبي، باش كيعرفوا فين يبلاصيهم، راه لا المان راه الصراحه د الله ما نكذبوش على سيدي ربي، القرايه كيحكوهم كيقراو كيقريوهم. شوفوا البنات الالمان اللي قالت لك ما كيقريوهمش سوى الا مشات لشي مدرسه اولا شي اعداديه اولا استيتوتو اللي ما بيهاش اولا معروف عليها هذيك الاستيتوتو عيانه، السمعه ديالها خايبه اولا مدرسه عيانه، هنا راه كيقريوهم، ويلا جابت النقاط خايبين كيعيطوا لولي الامر ديالها وكيقولوا ليها اجي خاصنا نديروا معاك موعد، وها وقتاش وها وقتاش خاصك تجي، راه البنت ديالك مثلا على ما كتعاود ليا بنتي بحال وحده معاها في المدرسه، قالت لك قالوا ليها شوفوا راه البنت كتجيب 4 5 6، يعني هنا بحال مثلا هنا في الالمان واحد هي 10، جوج هي 9 على 10، المهم هنا النمر عندهم مشى قلبين انا براسي كنغلط فيهم، المهم الغزالات قالوا ليها بنتك راه ما كتقراش مزيان وراه كتجيب النتيجه خايبه، والديها بطبيعه الحال هما خدامين، يعني ما نعرف كاين شي بعض الاولياء الامر اللي كتقول لك ما غتقراش باينه، ما غتقراش ما تفرش كسوله، خليها تمشي وتجي حتى منين تكبر تمشي تخدم على راسها، تحك الطواليطات تمشي للريستورا تمشي تسربي، ما عندهم شي مشكل، كاين بعض اولياء الامور ديال الاباء عندهم دنيا هانيه، تمشي بنت تضرب الجفاف ولا تمشي تسربي ولا تمشي تغسل الماء على الفراش، ما عندهمش مشكل هما. صافي مني شافوا قالوها لوالديها وما كاين والو، ما كاين حتى شي نتيجه، ما زيروا البنت، ما شنو داروا البنت، حيدوها من ديك الاعداديه، حيدوها من غيال شوله وداوها لوحده كفس منها. هنايا البنات الاعداديات كاين الاعداديات اللي مجهدين، كاين الاعداديات اللي متوسطين، استيتوتو اللي متوسطة ديال الناس المزيانين، المهم هنا مفرقين، شافوها زرقاء شدوها نقلوها الاعداديه اخرى ديال اللي عندهم النيفو طايح، فهمتوا البنات، هنا الصراحه كيقريوهم ويقد في بعض المدارس ما كايناش النتيجه، اولا هنا كيقريوهم الصراحه. المهم الغزالات ها هما هاد القنيطرات هادو ديال الصيف صيفيين، كانوا ب10 البنات ولاو 7 انغيبوت، ها نتوما 7 اورو، وهما اللوينات الاخرين هنايا، شو البنات وزارين هاد فنين، وفيهم لي طاي الصراحه، ها نتوما فيهم لي طاي كبيبرين وفيهم الصغار وفيهم زوينين الصراحه فنين، ها نتوما البنات كاينين هادو اللي بالكمام، المهم عطا الله الخير. هات القزبور اين اويغو، هادي ديك البصله زوينه كتجي الماكله ديالها مع اللوبيا البنات، النعناع اورو 20 عند الكزار
رخيصة البنات. البنات كيديروا لكم الخوخ باش تذوقوا. بسم الله. بنات الليمون غنفطروا غير هنا، نفطروا بالديسير. هانتوما الدلاح، دلاح الكيلو داير الكيلو داير اورو 29 البنات. هاد المغربي هذا تبارك الله كيجيب شي حويجات فنين، شوفوا بحال هادو هادو عاد جابهم غزالين البنات فنين. يديروا فيهم هكا المملحات وداكشي كيجيو غزالين والله الا فنين. هانتوما هاد لي طاس هادو، هادو زوينين هادو عاوتاني، هادو هكذا نتا شي عراضه خفيفه مع صحاباتك زوينين. شوفوا البنات كيجيو غزالين بلا نوريكم، شوفوا كيجيو داكشي متاول وانيق، داكشي كيجي غزال البنات. هانتوما شوف شنو عندو اخر، هادي 45، هادي 30 اورو زوينين. شو كيدورو واعرين زوينين. هانتوما هذا كاين القنديل، هادو شوفو كي دايره هادي، شوفيها الحلوة زوينة فنين تبارك الله. خيرات هانتوما اختي، غير اللي مبغاش يشري زوين هادشي هذا. هادو دوك السوايع هادو زوينين البنات، حتى هما 12 اورو. غنتشاور معاكم دابا البنات، انا باغا ندير شي وحده بحال هادي هكا في الدخله ديال الباب. علاش؟ لان الدخله ديال الباب غادي تكون يعني غيعفطوا غيعفطوا عليها برجليهم، واخا يحطوا الصباط غيعفطوا يعفطوا عليها برجليهم. وقلت زعما هادي عمليه، هادي عمليه وكتصبن يعني تحشيها في المصبانه زوينه. دابا قولوا لي واش المهم هنا فيها الالوان، فيها البينك وفيها الباج، وقولوا لي حتى اللون اللي ندير، عطوني فكره. كاين هذا الذهبي هذا حتى هو زوين، كاين هذا، كاين هذا القهوي، وهذا هذا الشيء اللي بان ليا. كنت بغيت ناخذهم هذوك اللي بعدي ما تكون خيرو البنات، كنت باغا ناخذ من هذوك اللي مزغبين، ولكن قلت غادي توسخوا ليا وغيضيعوا، يعني شي حاجه اللي حدا الباب في الدخله ديال الباب غادي تضيع. ايوا يلاه انا تشاورت معكم، تتردوا عليا في لي كومونتير. شفتوا البنات فنين، ما عاد شحال فيهم من متر. المهم ما بغيتش نصدعوا بالهضره، تنجي ناخذهم. كاينين هادو، هذا اللي تجي جهه بيت النعاس، اللي عندك شي بيت النعاس كبير. شوفوا هنايا مالطات كوبرليات سخونين. هادو شوف هاد الزريبيات هادو نتاع فونتسيما صغير، ان شاء الله فاش نفرش فونتسيما راه غناخد منها الحاجه اللي فيها البنات تكرفيص وعارفين غيعفطوا عليها وداكشي. اللهم البنات تاخذوا ليها هاد الزرابي هادو اللي كتحشيهم في المصبانه، طويهم وحشيها في المصبانه تصبن وما تضيع ما شي حاجه. هادو ديال الاتراك راه باينين. هانت شوفوا هاد اللون شحال زوين، عرفتي عندهم شي الوان البنات ما نعاودش لك. شوفوا غزالات هادشي غزال. هانتوما السوق دايرين هادشي هادا. شوف هادشي واش البنات، انا كناخد ما نفطر. المهم الغزالات هادي باين اورو، هادو هنايا البنات نمشي نجلس في شي بلايصه ونفطر. راكم شفتوني شريت باش نفطر من السوق، والبنات وهاد هاد الرغيفة هادي ديالهم اللي ما عرفتش شنو ما عرفتش كيقولوا ليها، تلفات لي سميتها نتاع الاتراك وعييت فيه قلت لي سخنها لي، ولكن كان كيطيب الصراحه. صافي جيت هنايا عند شارع العرب، عند الريستوران اللي في شارع العرب اون فاصل تي دي، خديت البنات خديت اتاي من عنان امس. هانتوما البنات اتاي بالنعناع اختي داروه ليا، ها هو درتو باريبار. والبنات وقلت ليه عافاك سخن ليا هذه، سخنها لي ومسكين دار ليا فيها تشلاضه. الله يحفظ المغاربه ديالنا والله يعزهم فين ما كانوا، الله يحفظهم اختي المغاربه ديالنا ما لقاوش بحالهم. مسكين سخنها ليا وقال لي واش ندير لك فيها شليضه، دار ليا مسكين فيها شليضه وجمعها ليا مسكين في بابي الومنيوم ولواها ليا. زعما المغاربه ديالنا الله يعطيهم الخير. صافي البنات وخديت هذه
اسمع فاش تاكل المالح غسال حلو واش تاكل الحلو غسال المهم الغزالات انا خديت هادي. المهم الغزالات والله العظيم دابا هادي وهادي بجوج اورو خمسين، يعني غتمشي للقهوه شحال غتاخدي هادي؟ هادي تاخدي بثلاثة اورو صافي. الغزالات ديالي خديت هادشي بدماني برد لي اتاي ديالي. الغزالات الموضوع ديالنا اليوم اللي غادي يكون كيفاش تتعاملي مع وليداتك، كيفاش كاينه سن المراهقه اللي كتجيه صعيبه وكاين اللي كتجيه بالسكات وكاين اللي كتجيه بالغوات. المهم اش غنقول لكم، ماشي يوميا نديرو الشقا، يوميا الروتين يوميا، ولكن ننفعكم من هاد الناحيه ونهضروا شويه فيها وفي الكومنتيرات نتسالوا مع بعضياتنا، شي يسول شي وشي يجاوب شي ونستافدوا. هاد القناه اللي دايرها البنات انا دايرها للاستفاده فقط، ما نديرهاش شي حاجه اخرى، وكل مره كنبغي انايا ندير لكم فيديو مغاير على الاخر باش ان شاء الله كاملين نستافدوا وما يكونش ممل. دائما الشقا دائما كذاك الشيء كله دائما كنديروه الصراحه، هو الروتين راه تحفيزي. المهم اليوم البنات غادي نهضروا على سن المراهقه، كيفاش تتعاملوا مع وليداتكم، لان بزاف ديال الامهات اللي لاقيين مشكل كبير مع وليداتهم، وحده كاع اللي كان مسكينه ما عاد شنو كان دار ولدها. باش نعاودها لكم ونعطيكم يعني نوعي بعض الامهات، لان كانت راه واحد المشكل هنا في دورتموند لواحد السيده ولدها ما عاد شنو دار شي حاجه، وقالت لي غنقولها لباك با يمكن صعيب. ناض الولد خاف هز حوايجو البنات وهرب، والولد صغير باقي في سن المراهقه، عرفتي امو مسكينه حالتها حاله، والاب ديالو كيقلب والناس كيقلبوا، التصويره انتشرت في الجروبات وداكشي، وماشي غير الولد، حتى كاينين ولاد وبنات. لهذا ما تبقاوش تخلعوا ولادكم تصاحبوا معاهم، ولادكم ما تخلعوهمش، ما تقولوش ليه مثلا دار شي مصيبه غنجيبو تا الدار وغنتفاهم انا وياه وغنعيط لباه بهدوء وغنجلسو غنتفاهمو. راه العصا ما كيجيبش النتيجه والغوات ما كيجيبش النتيجه، ولكن كاين عقاب، حيد ليه التليفون، ما نشريش ليه الحوايج، كان عيد ميلاد وما نديروش ليه، كان الكادو ما نديروش ليه، واخا يدوز على هذاك المشكل شهرين باش مره اخرى يتعلم. العصا ما كيفيد بتا شي حاجه. وكذلك البنت كاين اللي كيحسوها والديها كتهضر مع شي حد، كاين اللي كتلقمها عندها ميساجات في تليفونها مع شي حد، كاين اللي كتخرج كتلقى مع شي حد وما في خبارش دارهم. راه شوفوا راه هادشي راه ماشي عيب، راه هادي راه سن المراهقه كدوز علينا حنا كاملين كبشر، ما كاينش اللي غتقول لك لا وانا. شوفوا وليداتكم يعرفوا كي تربيوهم وعرفوا كي تتعاملوا معاهم، شتي راه المعامله والتربيه، الا تعاملتوا معاهم وحاولتوا انكم تجبدوهم عندكم راه غادي يتعاملوا معاكم زوين وغادي يقولوا لكم اي حاجه. بالنسبه للبنات، كاين البنات اللي كتجيها سن المراهقه مجهده، كتجيها نتصاحب معاها نخرجها نشوفها شنو بغات ندير ليها خاطرها نراقبها، الا كانت زعما شي حاجه اللي بيور شي حاجه اللي كاع واعره نديها انا المدرسه بيدي وما تجي ما يجي الجرس يصوني حتى تلقاني انا الاولى. نراقبها مع من كتمشي، نراقبها مع من كتهضر. انا بنتي ماشي نخليها تلبس اللي بغات ودير اللي بغات، عرفتي شنو هي تلبس اللي بغات؟ راه هذيك تلبس اللي بغات هي اللي كتجذب ليها الانظار، وهي اللي كتخلي بزاف يقولوا لها تبسو بقى، فهمتوا؟ راه اللباس راه كل ما كان لباس محترم، المهم سروال جين وبودي ولا المهم داكشي يكون ديال البنيتات، ما بنادم ماشي يلبس شي حاجه اللي كبر منه من كبر من العمر ديالو، لاني كنشوف بزاف كاين اللي كتلقاي بنتها كتماكي وهي صغيره، اي جات سن المراهقه هذه، ولكن تماكي في الدار تلعب فيه في الدار، ما ديروش في الزنقه. علاش؟ حيت غادي يشوفها واحد ويشوفها الثاني ويشوفها الثالث ويشوفها الرابع، ويبقى هذا يتبع وهذا ياكلها في مخها، والله يعاونها. انا ولادي ما نطلقهمش في الليل، انا ولدي ولا بنتي ما نخليش ولادي انا خارجين في الليل، وبالاخص الولد. كاين اللي كتقول لك لا انا ولدي راجل اش غايدير، وسيري
اش من ولدك راجل، راه دابا ولا كتقول لك انا بنتي مرا ونص، انا كاين لا مرا ونص ولا راجل، دابا راه ولا كلشي بحال بحال. انا ولدي عزري ما نخليهش يفوت واحد الوقت، ولا كاع مثلا الا كان كبير كدا 20 عام هذا نعرفو مع من كيمشي. شفت ولدي كيوقف مع شي وحدين مبليين، مع شي وحدين السمعه ديالهم خايبه، مع شي وحدين لا علاقه لهم يعني بالتربيه ديالو بالاخلاق ديالو، غادي ندير ليه عقوبه وغنتبعو واخا راجل ندقدقو. شكون اللي كيحكم؟ واش الوالدين ولا 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 هذوك اللي والدين حنا من كرشنا؟ راه حنا اللي كنولدوهم ماشي هما اللي كيولدونا، لان بزاف كنشوف بزاف الناس اللي ولادهم اثرين عليهم. واحد ما كيقدرش الام ديالو تهضر معاه، اولا ما كيقدرش الاب ديالو يهضر معاه، هذيك راه كتسمى قله الادب وقله الدراري، هذيك راه قله الادب. وانا ولدي في سن المراهقه ما نخليهش يخرج بوحدو، انا ولدي نراقبه، حيت الا تبلى انت اللي عطيتيه مساحه. ولدك ما كتعرفيش وين كيمشي، ما كتعرفي فين كيجي، والبنت كذلك. انا عند صاحبتي، انا عند فلانه، انا هنايا، انا غدا هنا. شوفوا راه البنات ما تزيريش وما ترخفيش، حيت الا زيرتي 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 هذاك الزير ما غيقضي والو، والا رخفتي 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 راه كتلقتي اللعب وفي امان الله وحفظه. بالنسبه انا لبنتي المراهقه كيف جاتها؟ بالغوات، بالغوات والنوير، الغوات والنوير. كنقول لها معايا انا عجوزه في الدار هكا تغوتي. الغوات والنوير، شبعتني غوات شبعتني نوير. ولكن نسيسه معاها وجابدها لعندي، كنتحاور معاها. كاين شي حوايج اللي البنت تجي تقولهم الام ديالها تقول لها حشومه، ولما تقولها تقولها الكنيشان، تقوليش ليها حشومه، تصنتي ليها. ملي تجي تقول لك ماما راه ديك صاحبتي دارت، تصنتي ليها، عطيها الودن. واخا شي حاجه ما فيها ما يتقال، ولكن خليها توصلها لك كيف بغات هي، وشوفي انت الفكره ديالها وكيفاش غادي تكومونتي على داك الشيء اللي قالت لك، وعاد من بعد انا نشرح ليها بشويه. حتى حاجه ما عيب، حتى حاجه ما عيب الا غتربي بنتك وغادي توري لبنتك وغادي وواحد الحاجه. كاين بعض الامهات اللي البنت ديالها ما مصيرهاش في القرايه، ما مسوقاش ليها، كتقول لك وصافي خليها دابا تجوج، اش بغات هي بشي دابا تجوج. هذا سمحي لي، حنا راه حنا في 2023 البنات، راه حنا غاديين وكنتقدموا لقدام. انا بنتي ولا ولدي ولا ولادي نزرع عليهم هنا القرايه، قراي قراي باش تحقي داك الشيء، اولا ديري داك الشيء اللي ما دارتش امك. مثلا بحال دابا انا ما كنتش باغا نقرا، كان داعمني بابا وداعماني مامي وكيبغيو يقريوني وكيقولوا لي غير قرا، يديروا لك بيرمي، يديروا لك الطوموبيل، وكان كلشي متوفر الحمد لله، ويديروا لي كلشي، يوصلوني لاعلى المراتب، وفي اي بلاصه بغيت نقرا يقريوني وميزيو عليا. ولكن واحد الانسانه ما كانتش كتعجبني القرايه، ولكن دفعوني توصلت للكاتريام وتزوجت. ولكن انا يعني انا ما ندمش، حيت ما كتعجبني، ما كيعجبني واحد النوع اللي ما كيعجبنيش القرايه كتبه، ما كيعجبنيش سبحان الله. ولكن انا بنتي زارعه ليها هنا ماشي التخربيق، هنا زارعه ليها القرايه، قراي. كتقول لي ماما شوفي ديك الطوموبيل شحال زوينه، كنقول لها بنتي قراي باش ديري حسن منها. ماما انا والله العظيم نقول لكم شنو كتقول، ماما انا يا شوفي ماما بغيت انا فيلا. كنقول لها بنتي قراي، الا قريتي وليتي محاميه ولا مهندسه ولا طبيبه ديري وحده ليك وحده لامك، فهمتوا؟ هكا انا كندخل لها قرايه شي حاجه كبيره كتعطيك قيمه. ما نجحتيش في الزواج مثلا، ما غاديش تساين انتيا تمشي تضربي الجفاف، اولا تمشي للريستورات، اولا تمشي لشي بلايص اخرين اللي تدمري فيهم حتى يخرج قلبك. واش المشاكل اللي راسك عامر، واش تمارة، واش الوقت، واش واش واش. اللهم الدبلوم راه شي حاجه كبيره في الحياه، والخدمه شي حاجه كبيره. مثلا تلقيتي مع شي راجل كاز خدمتي دبلومي، كنقولها لبنتي هكا،
هكا كنقول لها بنتي راه الا ما قريتيش تبقاي ديما تقولي للراجل عطيني دير ليا، مره يقولك عندي، مره يقولك ما عنديش، مره يقولك ما خدامش انا، ولا شي واحد طاحي في شي واحد مساري كاع، تكوني بخدمتك ما تهزيش لي الخنشه ولا القفه. تبغي الماركه تمشي تشريها، تبغي طوموبيل اخر ما كاين تمشي تشريها، عندك كوينطا ديالك، عندك فلوسك وعندك قيمتك في المجتمع. راه هكا خصكم تعملوا مع وليداتكم، خصكم راه خصكم توعيوهم، راه ماشي تطلقوهم، راه راه غاتزوج، راه حتى الرجال ما بقاوش في راسكم، راه الرجال والله ما بقاو، واللي تزوجات تزوجات شحال هادي، وراه الرجال ما بقاوش الرجال ديال البلاستيك. لهذا وليداتكم علموهم يقراو، ما قراش يدير التكوين، يدير التكوين ونوقف مع ولدي وينوض ويطيح ونحاول داك الغوات والصداع ونقولها لباك ندير لامك ندير لك نفعل لك، هذاك الشيء راه ما كيجيبش نتيجه للناس. فهمتوا الغزاله ديالي؟ لهذا وعي ولادكم وحاولوا انكم تعرفوا كيف تتعاملوا معاهم. لقيتي ولدك مبلي، لقيتي ولدك شي حاجه، فهميه وفسري ليه ووضحي ليه وديه للاطباء وجري مع ولدك ووقفي مع ولدك ولا مع بنتك. لقيتيها دارت شي زبله وقفي معاها وفهميها وكوني صاحبتها. الشي البنت دايما الام والبنت تكون صاحبتها، ماشي صاحبتها تخرجي عليها. راه بعض الامهات كيديروا شي اغلاط فادحه، وفي الاخر ملي كيكبروا الوليدات كيبقاو يتشكاو، راه ديفو منك، راه انت اللي ما ربيتيش، لان الراجل كيمشي يخدم ما عندوش الوقت. يلا مسكين الا كان ليه الوقت كيبغي يتصنت غير عظامو والكتافو، اما انت اللي مسؤوله، انت اللي ربات بيت، انت اللي مسؤوله على ولادك. كيف ما خرجوا خرجوا خايبين راه منك، خرجوا زوينين راه منك انت، حيت باهم خدام عليهم ما عندوش الوقت ليهم. فهمتوا هذا الشيء اللي كاين؟ شت بنتي ما كتقراش مزيان، شت ولدي ما بغاش يتقاد، ولدي ما بغاش يتقاد، ونحيدو واحد العام من المدرسه ونصيفطو يمشي يدمر. مش يعرف تماره شنو هي والقرايه شنو هي، يعرف بحساب الوقت. ماشي بغيت هاك، بغيت هادي هاك، بغيتي هادي هاك. وانا بنتي والله ما كنقولش لكم الحمد لله، انا بنتي مجتهده الحمد لله وبفضل الله، الله يحفظ لكم وليداتكم. والله كتهبط غير على تسعود، ما جابتش 9 على 10، الا جابت 8 على 10 كنبقى نقول ونغوت في الدار. باش تجمع راسها 9 10 9 10 9، تجمع راسها. شي بقات كتجيب 3 غنقول لها ايه المره الجايه غادي تجيب لي 4. شنو هي 3؟ 3 هي 8 على 10، و4 هي 7 على 10. تقرا. انا هنا في هذه البلاد مغربه مخليه والدية، ومغربه هنايا في هذه البلاد والبرد والشتاء، لا حنين لا رحيم، باش تخرجي الدريه صالحه. الا بقيتي هنا نقول لك انت الله يرحم من رباك، بعدا تدي غد دعويتي لما تيبقاو لك الدعويزون، باش يشوفوا واحد الانسان بواحد المنظر خايب، ولا يشوفوا الدري بواحد المنظر خايب يقول ليه الله يخلي من رباك، بعدا تخلي موراك دعوه الخير زوينه يترحموا عليك، بعدا حتى الى متي راه بعدا الرحمه الوالدين توصلهم. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم انا غزالات ديالي. المهم غنمشي لواحد البلايصه ناكل انا وياكم واحد شويه. هذا هو الموضوع ديال اليوم، وهي عارف كيف تربي ولدك وربي ليه هنا يقرا. شتي انا بنتي الا جابت غير 3 كنحيد لها التليفون اللي هي 8 على 10، والله الا داته كي كتدخل من المدرسه كنقول لها حطيه، والله الا شديتي ولا 8 على 10، تجمع راسها تقرا وتجيب النقاط مزيانه، تخرج لي دكتوره، تخرج لي مهندسه، نتبع بها انا قدام الناس. والله جاتني البكيه. الله يلا تحمست، عرفتي شنو هي؟ عرفتي شنو هي تخرجي ولادك شي حاجه؟ يعني بنادم علاش مغرب؟ مغرب على ولادو. انا راكو ما كانوش ولادي والله ما نجلس هنا نمشي حدا والديا، ولكن عرفتي شنو هي؟ ولادك تربيهم تربيه زوينه وتقريهم وتجري معاهم وتحيديهم من راسك، وما تلبسيش انت وتلبسيهم هما الماركه
وتخرج شي حاجه زعما شي حاجه زعما تخرج زعما شي حاجه زعما واو شي حاجه كلاس يعني تخرج لك طبيبه ولا تبارك الله تخرج لك مهندسه ولا تخرج لك شي حاجه كبيره في الحياه راك انت كتفتخري بها توقفي معاها بطوموبيلتها اخر ما كاين ظهرها ما تحتاجش راجلها كاع ما تحتاجش راجلها حتى الا خرج لها فالصو ولا طلقات رابع على دراعها ماشي غنخلي انا بنتي مورايا مسكينه تكرفص في الريستورات وتكرفص في وتكرفص عند الناس وها اللي يدور فيها ها اللي يغوت عليها ها اللي مسكينه يخسر ليها خاطرها راه بزاف راه الناس كاين مساكن اللي كيضربوا هنا ثمان راه في الغربه مسكين كاين كيجي المعلم ديالو وكيتكرفص عليه وبقى يغوت عليه راه صعيب الحاله البنات انا راه حيت شفت هنا بزاف ديال الناس ولهذا كنقول لكم قريو ولادكم قريو ولادكم راه الا قريتو ولادكم راه درتو واحد الانجاز في الحياه كبير تيلا انتي كتخلي ولادك يعني قادين على راسهم شي حاجه كبيره في الحياه المهم انا بكيت حيت دائما كنتصور بنتي ولا بناتي يعني شي حاجه كبيره في المجتمع بحال خوتي حتى انا خوتي تبارك الله راه كل واحد الحمد لله سيروا بعدو مني بقيت كنبكي سيروا بعدو مني غيشوفوني الناس غيتسحبهم غنخاصمه مع الراجل ويلي ويلي والله عرفتي ملي كنكون كنتفرج على البنات في شي فيلم وكنشوف شي اب يعني مشى مع ولده ولا مع بنته باش صافي كتاخذ الاجازه وداك الشيء كنبقى نبكي كنقول حتى انا بنتي ان شاء الله حتى هي غادي توصل وتولي شي حاجه كبيره في المجتمع المهم الغزاله تقوت عليكم 17 دقيقه المهم انا هذا الشيء سبحان الله كل واحد وكيف كيوصل الفكره ديالو لوليداته كيفاش كيفكر في الحياه ما كنفكرش في شي حاجه ما كنفكرش في الفلوس ما كنفكر في حتى شي حاجه من غير بناتي خصهم يكونوا شي حاجه كبيره في الحياه انا علاش كنتكرفس معاهم هنا الحمد لله واكلين عايشين شاربين مخيرين مبرعين ولكن بناتي بغيتهم يخرجوا لي شي حاجه بناتي بغيتهم يخرجوا لي شي حاجه كبيره نبقى نتفاهم بهم قدام الناس الغزالات ديالي نخليكم دابا غادي نمشي نتسخر و غادي نمشي نتسخر ونفطر معاكم صافي وان شاء الله غادي يكون نهايه الفيديو المهم نخليكم الغزالات الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا وصلنا لنهايه الفيديو مبغيتش البنات نطول عليكم باقي عندي ما نقضي ولكن غيجي الفيديو طويل ممل نتمنى الفيديو يكون عجبكم يكون نال استحسانكم وعطوني حتى نتوما المشاكل اللي كتعانيوا مع ماينس ماينس كاين بروبليم اللي كتعانيوا نتوما مع وليداتكم وكيفاش كتعاملوا مع وليداتكم حتى انا نستافد معاك ونستافدوا حنا مع بعضياتنا المهم الغزالات ديالي نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد وموحى عليكم.